تحياتي ومرحبا بالجميع. أظهر تصوير المخ بالرنين المغناطيسي MRI بشكل واضح أن المخ لدى النساء مصمم بحيث يفوق أي رجل على كوكب الأرض في قدرته على التواصل، فلدى المرأة ما بين 14 إلى 16 منطقة بالمخ لتقييم سلوك الآخرين مقارنة بأربع إلى ست مناطق عند الرجال. وهذا يفسر كيف يمكن للمرأة أن تحضر حفل عشاء وتفهم بسرعة حالة العلاقات بين الأزواج الآخرين بالحفل، منهما الخلافات وحالة الحب. وهذا يفسر أيضا وجهة نظر التي تقول أن الرجال لا تتحدث كثيرا بينما تزداد حدة الكلام عند النساء. سر قولي لهذا القول استوقفتني بعض الخطابات والمناقشات وأشرطة فيديو وحتى خطبة الجمعة في الأسبوع المنصرم فيما معناها العنف ضد النساء. فدعنا نمعن النظر معا لنرى الأمر بزاوية ما أو بعد تكبيره بمجهر حتى نعرف الرواية بطريقة مختلفة، إذ لا يعني أن الستات هي وحدها مظلومة ومضطهدة، فالرجال والنساء متساوون فيها، كل مبتلى حسب طاقاته الفسيولوجية وإمكاناته الروحية وبشكل من الأشكال. فكوني رجل مر بتجارب مر بها العديد من الرجال من جيلي ومن أجيال سابقة تستحق أن نقف عندها للحظات لنرى القصة تختلف تماماً عما يروج. هذا لا يعني أني منكر للعنف أو مقر له، بل العكس تماماً، بقدر ما أحاول حسب فهمي أضع النقاط على الحروف. أقول لزوجتي وأخواتي وصديقاتي أننا متربين 100% برغم تدني مستوى العيش الذي عشناه وبرغم نظرة التكنولوجيا الحديثة، تربينا على احترام الأنثى وتقدير الذكر والاحترام المتبادل، حتى أصبح الواحد منا يفتقد النسخة القديمة من نفسه رغم أنها كانت أضعف وأقل نضجا وأكثر غباء، ولكنها كانت أكثر سعادة وراحة وتبقى الطمأنينة دائما أغلى شعور. فبنات الأجيال الجديدة ترفض الأمومة اليوم ليس لأنها لا تستحق التعب والمجهود، ولكن لأنها أصبحت أقل المهن تقديرا في وقتنا الحاضر حسب رأيهن، وطغت عليهن الماديات، مع العلم أن الحضارة اليوم غانية بكل ما تحمل من معنى تصب في مصلحة الأنثى قالبا وقالب، ولا تعترف بفضلها ولا تقدرها إلا من هي جاحدة أو ناكرة للجميل. فلا يخفى على أحد أن الأمومة والعمل فيها ليست عملا كباقي الأعمال، فهو بيزنس لا يفهمه أشخاص كثر. الأنثى موظفة لدى الرجل ومديرة عليه ومؤدبة له ومعلمة إياه ومحفظة للقرآن وماسحة أوساخ وملقنة كيفية دخول الحمام للأطفال وحتى الإيتيكيت للكبار، ومنظفة أرضيات وغاسلة أواني وملابس ومكوجية وسائقة أم بأكملها، طبيبة، أستاذة، مديرة، امرأة أعمال، ومتحدثة تحفيزية، وممولة إذا كان البيت محتاج أموال سواء طلب أحدهم ذلك أم لم يطلب، وناصحة أمينة، ومتبرعة بالأعضاء إذا احتاج الأحباء، وباكية طول الليل خوفا من الألم، ومتحملة لإهانات حتى أقرب الناس إليها وإن ادعوا أنها على سبيل المزاح فقط. ومع كل ما ذكرنا ليس بإمكانها أن تحاسب أحدا على هذه الفاتورة الغالية، فدورها أكبر وأسمى من فتاة وحطام يفنى، كما لم يحاسب أحد الأب كذلك على فاتورته. ومنذ أكثر من 20 سنة خلت أصبح القول السائد عند المجتمع أنه يعترف بنجاح المرأة إذا كانت فقط تكسب رصيدا بنكي و
وشقة وسيارة، أما غير ذلك فلا مجال للشهادة بالنجاح. الفكرة هنا التي يجب علي إيصالها، وعليك عزيزتي وعزيزي السامع أن تأخذها بعين الاعتبار، أننا نتحول شرارا أو أخيارا أو شياطين أو ملائكة أو بشر باختلاف الأدوار، ومن هو الطرف الآخر وما هي مصلحته في الفيلم. فالسيناريوهات لها أوجه كثيرة فوق الوصف، فالعلاقات والبزنس إذا أخذ منحا في الحياة نتج عنه عالم متشابه لدرجة معقدة وسهل ممتنع. خلق الله الإنسان بطموح وأحلام واحتياجات لا تنتهي، والنجاح والتطور، والمرأة إنسان في النهاية كما الرجل، غير أن عالم المرأة ممتلئ بلحظات كثيرة من الصراع الذي لا ينتهي على عكس الرجل أحيانا. الرجل عليه أن يسعى ويحقق نجاحات ويبني مستقبلا، لأن ترجمة ما سبق هو المال والرفاهية والسمعة الحسنة وأمور كثيرة يحتاج لها بيته وأولاده وزوجته، وهذا شيء كبير وعظيم ومجهود خرافي، فلا أحد ينكر مجهود الرجل وما يمر به من تحديات. تبقى تحديات الرجل تختلف عما تواجهه المرأة في أغلب الأحيان، فالمرأة في أغلب اللحظات تعيش جو الاختيار بين ما تريد إنجازه لأعمالها وطموحاتها وبين ما يتطلبه بيتها بشكل حقيقي، وفي كل مرة ستلبي احتياجات البيت، وهذا يعني مرورها بلحظات إحباط عظيمة وقوية يصعب جدا التوافق بينها، مما يزيد في تشبيك العقد وتفاقم الإشكالات. فالحقيقة أن عليها التفكير 1000 مرة والتخطيط 1000000 مرة كيف تتم إنجاز أمرها بأقل خسائر ممكنة. ستحتاج لترتيب أولوياتها ولفهم أن البناء يتطلب وقت، وإعادة تقييم ما نحن بصدده إلى الروح، وكنه الأنوثة خطوة مهمة، ففي كل جهد أجر، وبناء الأولاد شيء عظيم. كل ما في الأمر على الجميع أن يحمد الله الذي جعل في النية أجر، وفي المحاولة أجر، وفي السعي أجر، وفي الحزن أجر، وفي الفرح أجر. يبقى إخلاص النوايا واحتساب العمل كله لله. وأعزز قولي بأن النظر للشجرة إن كانت جميلة من الخارج وفارغة من الداخل سرعان ما تذبل دون تحمل، والمرأة والرجل هما الشجرة من الداخل، عليهما أن يكونا أقوياء روحيا. أما من يدعي نقصان المرأة دينا وعقل فهذا النقصان حدده الرسول أين وكيف. فنقصان العقل هو ما يخص الشهادة، والشهادة ليست تشريفا لأحد من الذكر أو الأنثى، إنما هي تكليف شديد الثقل لو كانت الناس تعلم ذلك. ولمن يعلم أن أغلب الشهادة تستلزم رجلان أو رجل وامرأتان، فغالبا هذه الشهادة مطلوبة في المعاملات المالية والحوادث، وهي أحداث غالبا تتم بين الرجال بشكل كامل وحضور النساء فيها قليل، أو الأمور الجنائية مثل قتل وسرقات وما شابه ذلك. غالبا حال المرأة فيها الخوف والقلق وعدم استيضاح الأمر بشكل من الأشكال، ودون التركيز في الحدث بتفاصيله الكاملة التي من الوارد حدوث تغيير في تفاصيل دقيقة فيها تؤدي لتغيير مجريات الأحداث. وقد يطلع علينا من يقول أن هناك سيدات شديدات قويات تحضر الاتفاقات المالية، وسيدات يمكنها أن ترى جرائم القتل بشكل كامل تقع أمامها ولا يغمض لها جبهة، وتشاهد حادثة القتل وكأنها تتفرج على مشهد يومي أو ما شابه بشكل واضح وقوي، وتشاهد أفلام العنف والقتل والرعب عادي جدا. والرد هنا واضح، يفرض سؤالا واحد: هل هؤلاء النساء أساس القاعدة أم هم من شواذ القاعدة العامة؟ بالمناسبة لمن لا يعلم، فهناك شهادة يكفي فيها امرأة واحدة ولا يلزم فيها شهادة رجل، لكن هذا استثناء
وليست من الحالات العامة المتكررة ولا تحدث مرارا كما ذكرنا. أما النقصان في الدين فهو نقصان أعمال مثل الصيام والصلاة في وقت الحيض والنفاس. ونقصان الأعمال يعني نقصان الدرجات أو تقليل الحسنات. تتقرب المرأة لله بعدم إتيان النواهي مثل عدم الصيام في وقت الحيض، فعدم صيامها وقيامها يعد تقربا لله ولها فيه أجر عظيم، فالأمر لله وحده. وكم هناك من النساء من تجاوزت الرجال بصفاء السريرة رغم قلة الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم واضح فيما هو نقصان العقل وما هو نقص الدين، فلا تطاول عن ذلك ولا تزايد على كلام سيد الخلق. لقد سبق سؤله عن أحب الخلق إليه فقال عائشة: ولا يخفى على أحد منكم كيف كانت حال النساء حينها، بل وصمة عار على جميل من قال أحبها. وقد لا يجد ما يناسب من الكلمات يعبر بها عما يجول بداخله ويختلجه من عواطف، حتى وإن وجد هذه الكلمات الرقيقة أصابه الخوف من الندم أو من التسرع إن تلفظ بها هروبا من الجدال والمناقشات. وكفى المرأة اليوم وصية الحبيب بالنساء خيرا، فكوني لها أهلا حبيبتي، وعليك عزيزي الرجل أن تمتثل بها في المنهاج السعادة، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. وبهذا أختم قولي على أمل اللقاء بكم بحول الله، شاكرا حسن تتبعكم، ويسعدني نبل تواصلكم وتعليقاتكم، فقد نتفق أو نختلف، ودمتم ترفلون في عافية وهناء، وإلى لقاء آخر بحول الله.